فقرة الرسم فريق ألف تتكرم بإرسال مندوب. لا والله ما بعرف. تعرفش ترسم؟ لا إله إلا الله. إذا إيش سهل بطلع أنا، إيش بضحك بطلع أنا. اطلع. إيش إيش يعني؟ والله إحنا مش عارفين نرسم. ليه رسم لي لها إيش سهل؟ سهل. عشان أنا كوميديان. طيب. يلا اطلع. أهلاً أخت أمل. أهلاً. اسم. سهلة. اسم شخصية. من سهلة شخصية سهلة يعني سهلة. لا اختار لك هو كلمة سهلة. شمالي كمان ترسم. كبري كبري الخط. ديري بالك. أيوة. طيب. طيب هذا زين. هون. البحر. الأرض. السهل. راحت أول دقيقة. لا لسه. السهل. يا جماعة ملاحظين إنه أمل عم تحكي مع حالها. هو شخصية من الشخصيات اللي الأستاذ هشام درسها. لا لا أنت تحكيش. لا عفوا ما بصيرش تحكي. قول قول أستاذ عبد الله. شخصية من الشخصيات اللي درسها الأستاذ هشام. درسها وحاصدها. أيوة أيوة. يعني كلمتين. أنت يعني حطيت واحد كبير واحد صغير يعني نور اللي بدك إياه منهم. لا أمان. بصيرش أستاذ هذا شو ها؟ استنى استنى خلينا نفهم يا جماعة. هاي زرع شجر. الفلق عبد شخصية تاريخية على فكرة. عبد اللطيف. الظاهر أستاذ عبد اللطيف. لا أستاذ عبد اللطيف. دار بيبرس. أول خمس دقائق مقطعين من مقطعين. المقطع الأول لا لا ممنوع الإشارة. لا استنى ممنوع الإشارة هيك صار بالإشارات. أحمد يا حرام. قمر. صفة صفة خليها تكون مش صفة. نور الدين. لا مش كلها أنا بغشش يعني هي مهتمة بالحرف بالاسم الأول أو بالكلمة الأولى. ترى أبو حسام بيحاول يبعدكم. ليش تموا كلاكين إلو هدول؟ ضحاك. وضاح اليمن. يا بي ابنك هيك أنت بترسمي له كلاكين؟ لا بصير إيش ابن كذا اسمه؟ هزاز. عمتر. رجاج. تموا مال تموا مال تموا قلتلكم الإجابة. حجاج. الحجاج. ابن ابن كذا صح؟ ابن كذا. ابن الوقت. ابن الوقت. ابن ابن فيش امل فيش امل. هاي ابن وهاي الكلمه الثانيه ابن الرومي. ابن ال شو هذه بستان؟ ابن ال ابن الديره. ابن الديره. ابن ابن الباديه. خلاص استاذ ابن سينا. ابن سينا. هاي سينا. هاي سينا. هذا قاع قاع. هذا حط لك حي السين. هي ما قلت يلا. لا لا هو الصواب انك كنت ترسمي البحر الاحمر وتحطي جنبه شبه جزيرة سينا. ما اعطوني شيء بضحك. ما تعطوني شيء علمي. اعطوني كان يدخن سيجار ابن سينا. مش رسمي. لو رسمت سينا على طول طبعا. لو كنت رسمت البحر الاحمر وشبه جزيرة سينا.